بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدين الكرام، ما الأهمية الاستراتيجية لقاعدة خالد بن الوليد العسكرية التي اقتحم الجيش الوطني بوابتها أخيرا؟ ولماذا استمات المخلوع في الدفاع عنها وأحرق المئات من أنصاره فيها؟ وكيف تسير المعارك في الجبهات المشتعلة في العديد من الأماكن في اليمن بين الميليشيات الإنقلابية والجيش الوطني؟ اقتحام أكبر قاعدة عسكرية يسيطر عليها الإنقلابيون شرق المخا موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن، وأناقش هذا الموضوع مع ضيفي وعبر الأقمار الصناعية اللواء محسن خصروف مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة معي من مارب. أهلا وسهلا بك سعادة اللواء، سعيدين أن تكون معنا. اللواء محسن خصروف مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، وسنناقش معك الأهمية الاستراتيجية لمعسكر خالد، وكذلك إلى أين وصلت المعارك في اقتحام هذه القاعدة العسكرية. لكن في البداية سنتابع وإياك والمشاهد الكريم هذا التقرير الذي يسلط الضوء على جبهات متعددة تشتعل فيها المعارك، من ثم نبدأ نقاشنا مشاهدينا مع ضيفنا. يتبدل واقع الجبهات وتتوالى أخبار الانتصارات، وتبقى نهم صدارة الحدث ومبتدأ الحديث. فمن شرق صنعاء ينتظر سكان العاصمة شروق شمس النصر النهائي، شمس يحيك الأبطال أشعتها من على قمم الجبال التي رفضت البقاء تحت هيمنة إيران. فإذا جبال الجيش والمقاومة شامخة على جبال الجغرافيا، وإذا العاصمة على بعد خطوة ستؤرخ لها وبها الأجيال. لا تكتفي بقية الجبهات بانتظار شروق الشمس شرق العاصمة، فعلى امتداد الساحل توشك شمس النصر أن تطلع من الغرب معلنة قيامة الانقلاب وإغلاق كل الأبواب في وجهه، خصوصا وأن الحديدة آخر الرئات التي يستنشق الانقلاب بواسطتها أسلحة إيران. على طريق الحديدة يواصل اليمنيون بمساندة أشقائهم العرب استعادة معسكر خالد بن الوليد غرب تعز، إذ تفيد الأخبار من هناك عن اقتحام لبوابات المعسكر والسيطرة على مخازن للذخائر وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة، فيما تمكن الجيش الوطني بإسناد التحالف من قطع أغلب خطوط إمداد الميليشيا في الطريق الرابط بين الحديدة وتعز. انتصارات نهم والساحل الغربي بما في ذلك جبهة ميدي تتزامن مع انتصارات في مختلف الجبهات، إذ صد الجيش محاولات تسلل في الضالع واستعاد مواقع جديدة في الكدحة بتعز، وقصف مواقع الانقلابيين قرب معسكر حام في الجوف، وهي أخبار متفرقة يجمع شملها الإطار الجغرافي لليمن الكبير، وتصنع بمجموعها مستقبل النصر العربي الأكبر. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأجدد ترحيبي بكم مشاهدينا وبضيفي عبر الأقمار الصناعية من مارب اللواء محسن خصروف مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة. أكرر ترحيبي بك سعادة اللواء محسن خصروف، ونبدأ بعنواننا وموضوعنا وهو اقتحام أكبر قاعدة عسكرية يسيطر عليها الانقلابيون في تعز، وهي قاعدة خالد بن الوليد، معسكر خالد بن الوليد. ما الأهمية الاستراتيجية للموقع سعادة اللواء؟ هذا المعسكر من أهم المعسكرات الموجود في المنطقة العسكرية الرابعة بعد قاعدة العند، وربما يفوق غيره من المعسكرات أهمية باعتبار أنه يربط بين محافظتين وأهم منفذين بحريين على البحر الأحمر. فهو يقع المعسكر في منطقة المفرق، مفرق طريق التعز الحديدة تعز المخا. من هذا المنطلق يعني ثلاث طرقات تتشعب من هذا المفرق. المعسكر لا يبعد إلا 3 كيلومترات تقريبا أقل عن المفرق. في
فيما يبعد حوالي 40 كيلو متر عن مدينة المخا، وهو يعني إذا هذا المعسكر يرتبط بطريقين رئيسيين، الطريق الساحلي المخا الحديدة والطريق البري المفرق الحديدة. كلا الطريقين كان يمثلان أهم شريانين للمدد اللوجستي للانقلابيين عبر ميناء المخا المفرق تعز، ميناء الحديدة الطريق البري تعز. بالسيطرة على ميناء المخا أغلق هذا المنفذ البحري المهم، تأمنت الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، وتعزز هذا التأمين بالسيطرة على العمري وذباب وغيرها من المناطق. الآن معسكر خالد بالسيطرة عليه، طبعا هذا التقدم المهم باتجاه معسكر خالد تم بعد السيطرة على جبل النار. نعم، جبل النار مرتفع مهم حاكم في منطقة برية مسطحة واسعة، يتحكم أو يسيطر على مناطق شاسعة في اتجاه المخا وعلى معسكر خالد ومنطقة المفرق الموزع، ويمتد ببصره من خلال الأسلحة إلى منطقة البرح ومناطق أخرى. فأصبح يعني بالسيطرة على جبل النار أصبح معسكر خالد تحت السيطرة النارية للجيش الوطني اليمني. الآن حينما تنتهي القوات الجيش الوطني المنطقة العسكرية الرابعة من السيطرة على هذا المعسكر، تكون أهم سيكون هذا أهم قاعدة انطلاق لاتجاه شرقا لاستكمال تحرير تعز، السيطرة على البرح مفرق الموزع، السيطرة على البرح اتجاه حول المطار القديم، تطهير من منطقة جبل حبشي جنوب غرب تعز، استكمال تحرير تعز. نعم. ستلتحم المقاومة الشعبية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز مع قوات المنطقة العسكرية الرابعة التي قدمت لتحرير المخا والمندب ومعسكر خالد، وتشكل قوة هائلة تتجه لاستكمال تطهير تعز. تصبح هذه المنطقة المحافظة بأكملها ومرتكزها الأساسي معسكر خالد نقطة انطلاق المرحلة التالية تحدث عنها رئيس الجمهورية، وهي الاتجاه نحو استعادة ميناء الحديدة ليغلق آخر منفذ بحري. وهنا سعادة اللواء يسخره الانقلابيون لما يسميه بالمجهود الحربي بدلا من تسخيره لتوفير الدواء والكساء والمواد الغذائية والمعدات الطبية للمواطن اليمني، سخر للأعمال الحربية. ثم ستأتي بعد كذا ميناء اللوحية والصليف وجزيرة كمران، هي يعني ضمن المعركة العامة لتحرير ميناء الحديدة بالمقارنة إلى أهمية ميناء الحديدة الاستراتيجي. فعلا الآن الصور والمعلومات والتصريحات تصل بأن الجيش الوطني وصل إلى بوابة معسكر خالد واقتحم البوابة ويسيطر على جزء من البوابة وعلى أطراف من المعسكر، وبالتالي لهذا المعسكر سعادة اللواء على الأقل تاريخيا دلالة خاصة لدى علي عبد الله صالح، ربما هو أول معسكر قاده. ما معنى سقوط هذا المعسكر في ضوء التاريخ الذي كان أو ينظر إليه علي عبد الله صالح؟ طبعا من سقوط معسكر خالد سيعني بالنسبة للشعب اليمني تطهير مكان انطلق منه علي عبد الله صالح ليذهب إلى صنعاء يقتل إبراهيم الحمدي رحمه الله يعني، وهو القاعدة التي اتكى عليها في السيطرة على تعز واستقوى منها لينطلق إلى رئاسة الدولة. معسكر خالد كانت القيادة العسكرية اليمنية قبل اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي تعد لأن يكون هذا المعسكر ذا أهمية ليؤمن سواحلنا وميناء المخا وحماية باب المندب، تأمين الملاحة العربية، تكامل مع قوات البحرية في شطرنا الجنوبي حينها، حينما كانت العلاقة علاقة إيجابية، علاقة تكامل، علاقة تكافؤ في مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عهد الرئيس سالم ربيع علي رحمه الله وعهد إبراهيم الحمدي. يعني كان هناك نوايا طيبة، كانت القوات المسلحة اليمنية
تكمل بعضها، وكانت الخطوة التالية هي التحديد. ما نذهب بعيدا في هذا الجانب، ولكن معسكر خالد يمثل رمزا عسكريا مهما، ويعني تتم استعادته لصالح الجيش الوطني، لصالح الشرعية، لصالح الشعب، لصالح استكمال تحرير تعز وإنقاذ أهالي تعز من حالة الحصار الجائر والقتل الدائم والتدمير المستمر، لتتحول تعز إن شاء الله بعد تحريرها إلى منطلق لتحرير إقليم تهامة بالكامل، وبالتالي ستكون صنعاء مدينة مفتوحة كما قال محمد عبد الولي رحمه الله للدولة الشرعية. ونظن أنها ستستقبل الجيش الوطني سلميا، ليس المدينة وحسب، ولكن محيطها من إقليم أزال ومن مشايخ وقبائل القبائل المحيطة بصنعاء شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. هذه هي تعز وهذا هو معسكر خالد، وهذه هي الأهمية الاستراتيجية للسيطرة على طريق استعادة الدولة. معسكر خالد سعادة اللواء هو في الحقيقة من خلال الموقع يبدو محصنا، وتحيط به الجبال من أكثر من جهة، وأيضا يمتد لكيلومترات كثيرة، وبالتالي يعني حصانة هذا المكان واستماتة أيضا الميليشيات في الدفاع عنه واستمرار تقدم الجيش الوطني على ماذا يدل؟ معسكر خالد اختير جغرافيا بعناية شديدة لأنه فعلا يتمتع بحماية مرتفعات متعددة، ولكن المعسكر أصبح الآن محاصرا. بالأمس وصلتنا أخبار ونشرت في سبتمبر نت والموقع التابع للقوات الجيش الوطني، كان العنوان الرئيسي أن قوات الجيش الوطني تقتحم المعسكر من البوابة الشرقية. طبعا استغربنا كيف يكون من البوابة الشرقية، اتضح بالتأكد من مراسلينا ومن القيادة العسكرية الموجودة أن المعسكر أصبح مطوقا حتى من جهة الشرق، وهذا تقدم غير عادي. وبسقوط جبل النار سيسهل ستسهل السيطرة على المعسكر وكل المرتفعات التي من حوله، وكل بشائر النصر الآن واضحة للعيان، ولكنها مسألة وقت، خاصة إذا ما وصل الدعم اللوجستي المطلوب لقوات الاقتحام إن شاء الله. نعم، بشائر النصر التي أشرت إليها تتكللت في ميدي، تكللت في المخا، تتكلل أيضا في نهم وكذلك في بيحان. المتابع والمراقب للمشهد اليمني والتحركات العسكرية خلال الأيام الماضية يجد أن الحركة يعني أو العجلة بدأت تدور، والتقدم بدأ أيضا يتحقق وتحدث انتصارات متتالية بعد هدوء لفترة معينة. كيف تقرأ المشهد؟ يا سيدي، أنا أعتقد في لقاء مع حضرتك تحدثنا حول هذا الموضوع قبل أكثر من سنة، تحدث الرئيس عبد ربه منصور هادي في خطاب رسمي أن إسقاط صنعاء سيتم من خلال التطويق التام للعاصمة، ليس عن قرب كما حصل بخطة الجنادل التي عملها بوب دينر في حصار 70 يوما، ولكن تطويق صنعاء عن بعد، وهذه العمليات تجري على قدم وساق. لو تلاحظ الدائرة العسكرية حول صنعاء تجدها في بيحان، حريب، مراد، صرواح، نهم، الجوف، صعدة، ميدي، وتعود كذا للضالع، لحج بعد تحرير عدن ولحج والضالع جزء من تعز، المخاء، المندب، يكتمل الطوق الآن لتحرير صنعاء، قطع كل طرق الإمداد على العاصمة لصنعاء. وأنا أعتقد وهذا يعني ربما يلمسه كل المهتم بالشأن السياسي والعسكري أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يريد أن يجنب اليمن معركة أو مذبحة يعد لها الانقلابيون عن طريق قطع كل طرق الإمداد على العاصمة، بحيث يكون الاستسلام هو البديل الأمثل والأفضل للشعب اليمني ولهؤلاء الانقلابيين. أيضا اليمن تنتصر في كل الجبهات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وقريبا قريبا جدا إن شاء الله
نحتفل باستعادة الدولة والعاصمة، سيما وأن مقاتلينا مقاتلي الجيش الوطني يتمتعون بمعنويات عالية عالية عالية، وأقولها وأنا مسؤول عن هذا رغم الظروف القاسية التي يمر بها مقاتلونا. مقاتلونا أشداء ولديهم إيمان بعدالة قضيتهم، ومسألة استعادة الدولة والاستقرار والتعايش مسألة يعيها مقاتلو الجيش الوطني بوضوح. فناهيك عن قياداته الصغرى والوسطى والعليا، هذه مسألة واضحة. يقابل هذه الروح المعنوية العالية وروح الإقدام والشجاعة والوطنية انهيار في معنويات المقاتلين الانقلابيين بشكل غير مسبوق وغير متوقع، سيما بعد أن تعرض مقاتليهم وميليشياتهم لتصفية قياداتهم، وكثير من ما كان يسمى بالعقائديين في الميليشيات الإنقلابية، وكثرة القتلى في القرى اليمنية حتى لم يعد هناك مش بس قرية بل بيت من بيوت المحيط صنعاء إلا وفيه قتيل مع الأسف الشديد، وكلهم أبنائنا أبناء اليمن ذهب بهم الانقلابيون إلى المحرقة دون أي هدف وطني. يعني كل ما أعلنوه تحول إلى كذبة كبرى، الهدف منها السلطة المطلقة التي هي مفسدة مطلقة على دماء على وأشلاء أبناء اليمن، وخاصة الجيل الصغير أو الصبيان والأطفال منهم. نعم، ومن هنا الانتصارات التي تحققت في أكثر من جبهة خلال الساعات والأيام الماضية، كيف تابعتها؟ كيف رصدتها في ميدي؟ ماذا يعني ما تحقق؟ كذلك ما يتم في تعز؟ الجيش الوطني يخوض حرب على قاعدة أخلاقية وطنية إنسانية فيها يعني رؤية للإنسان كقيمة تاريخية ووطنية ودينية. يعني لا نزج بمقاتلينا من أجل القتل، ولا نقتل أيضا خصومنا من أجل القتل. لذلك نرى مثل هذه المشاهد في صرواح وفي ميدي وفي حرض وغيرها. يعني مثلا مسألة اقتحام مدينة ميدي، ما أسهل أن يقتحمها الجيش الوطني ليصل إليها على أشلاء أبناء المدينة الذين يتمترس حولهم يعني خلفهم الانقلابيون، يتخذون من المواطنين دروعا بشرية ويزرعون شوارع المدينة وأزقتها بالألغام. ومع هذا تمكن الجيش الوطني من إحكام السيطرة على محيط ميدي وعلى الكثير من أحيائها وعلى اتجاهات مختلفة منها. لم يبقى الآن إلا أن الجيش الوطني يحافظ على الأهالي ويتجنب مذبحة يريدها الحوثي للأهالي وفي غيرها من المناطق. بشائر النصر واضحة، الانتصارات إن شاء الله ستأتي تترى كما يقال، وأرواح الناس هدف استراتيجي بالنسبة للجيش الوطني والدولة الشرعية. تحدث عن هذا رئيس هيئة الأركان العامة، وتحدث عنها نائب رئيس الجمهورية، وتحدث عنها رئيس الجمهورية، وتحدث عنها قادة المقاومة الوطنية. ليس لدى الجيش الوطني ورديفه الأكبر المقاومة أي نية للانتقام أو القتل أو الاعتقال أو التصفيات الجسدية أو تفجير البيوت أو تفجير الجوامع وتحويلها إلى مكان للمقايل ولا بعض أنواع الفولكلور، الجوامع لله لكل المواطنين، المدارس لكل أبناء اليمن. ليس هناك أي رغبة انتقامية لدى الدولة الشرعية وجيشها الوطني ومقاومتها الوطنية، وليكن هذا واضح لكل ذي لب لكل ذي عقل. ولا يصدقن أحد يعني أكاذيب الإنقلابيين بنوايا الحقد والإنقلاب التي يصور أن الجيش الوطني يضمرها لأبناء الوطن ولسكان العاصمة على وجه الخصوص. ليس هذا صحيح أبدا، فليكن واضح أنهم آمنون بالجيش الوطني وبالمقاومة الشعبية سواء في صنعاء أو في محيط صنعاء. أشرت سعادة اللواء محسن إلى الحديدة أو في تعز أو في غيرها. نعم، أشرت إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها أفراد الجيش الوطني في مختلف الجبهات، وأمام هذه المعنويات العالية
التي لم تؤثر فيها حتى تأخر المرتبات لشهور كثيرة، ما السر في ذلك؟ وهل ترى من سبب لتأخر مرتبات الجيش واضح حتى الآن؟ يعني هي أسباب لوجستية، وهناك رغبة في ربما بعض التصحيح المالي والإداري، ولكن أقول لك شيء، أقول لك مشهد واحد فقط. يعني في أحد اللجان قال أحد الأعضاء اللجان للجندي أنه اسمك مش موجود، قال له يا عزيزي أنا جئت هنا باحثا عن الشهادة واستعادة الدولة، ولم آتي من أجل المرتب، لك المرتب ولي الفخر أن أكون في هذا الخندق. قال الزميل لعضو اللجنة والله لو أن بك ذرة من إحساس لما غادر الجندي هذا المكان إلا بمرتبه، وهذا ما حصل. الجنود الجيش الوطني يتمتعون بوعي عالي. بعض السلبيات التي يعاني منها هؤلاء المقاتلون تم تجاوزها، وهم فوق مستوى هذه المعاناة، بحيث يدركون أن ما يقاتلون من أجله أكبر من المرتب وأكبر من أي حقوق حتى على المستوى الفردي. ووالله نشهد هذا، وأنا يعني بعمري الطويل في الجيش الوطني يعني أكثر من 53 سنة خدمة، لم أرى، وعلاقات بالجيوش عربية وأجنبية أخرى، لم أرى في حياتي جنود بهذا القدر من الإيمان والصبر والجلد، حتى أن يقعدوا أنهم يعني يحرموا من المرتبات شهور متعددة ولا يؤثر هذا فيهم ولا في صبرهم ولا في جلدهم ولا في صمودهم في الخنادق. هذا والله أمر غير مسبوق، وهو من أبرز علامات النصر القادم إن شاء الله. إن شاء الله. وعندما يتحدث البعض عن تأخر في تأخر وصول الجيش الوطني إلى المناطق التي يسيطر عليها الميليشيات، والمقصود بها المناطق الرئيسية التي ما زالوا يتمركزون فيها، من ضمنها العاصمة صنعاء، كثير يشتاق إلى الدولة وإلى التحرر من الميليشيات، لكن بالمقابل هناك بناء يتم للجيش اليمني لمؤسسات الدولة، وربما شاهدتم دورات في تدريبية وتخرج دفعات، وقمتم أيضا بأعمال توجيهية، حدثنا عن ذلك. الجيش الوطني اليمني يحدث بشكل غير عادي. قيادة الجيش الميدانية طبعا ممثلة في رئيس هيئة الأركان العامة وهيئة العمليات الحربية وهيئة التدريب وهيئة الإمداد اللوجستي وهيئة القوى البشرية، كل هذه اليد، ودائرة التوجيه المعنوي، ونائب رئيس الجمهورية، والقيادات العسكرية العليا التابعة، والرئيس شخصيا، هذا الإشراف والاهتمام المباشر على إعادة بناء الجيش الوطني نلمسها ونراها على الأرض موجودة. التدريب والإعداد، دورات ضباط الصف، دورات الشرطة العسكرية، دورات المشاة، دورات المشاة الجبلي، دورات القوات الخاصة، إعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة في ضوء قرارات الهيكلة التي أقرها الرئيس بقرارات جمهورية، بمعنى تطبيق الهيكلة على الجيش الوطني، كلها أمور تمشي على قدم وساق مع الاستعداد للمعركة الفاصلة. هنا في مأرب على سبيل المثال الدولة ومؤسساتها هي السائدة، الدولة موجودة مأرب، كل اليمن الآن في مأرب، هنا تجد أبناء تعز والحديدة وإب والضالع وردفان وحضرموت وشبوة وأبين والمهرة وحجة وصعدة وريمة والمحويت وصعدة وكل مناطق اليمن. هنا في ريمة لا تسمع أحد يتحدث عن حالة من الاغتراب أو التذمر أو على الإطلاق، يعني كما هي حال كل المحافظات المحررة، الدولة تسد فيها في عدن وفي الضالع وفي لحج وفي أبين وفي حضرموت وفي المهرة، الدولة ومؤسستها هي اللي تسد القانون والنظام والشرعية والتعايش والتآخي. كل هذه الأمور أصبحت من ملامح من الملامح الرئيسية في المناطق المحررة. الرئيس الوزراء والوزراء ينتشرون في كل مناطق المحررة ويقودون الدولة من عدن ومن مأرب ومن حضرموت ومن كل المحافظات. ورئيس الجمهورية يعني قد وجد في العاصمة لأطول فترة وسيعود عما قريب، هناك دوافع أو مهام سياسية كبرى
تستدعي أن يكون خارج العاصمة، ولكنه هو والحكومة مآلهم عدن إن شاء الله حتى تكون العاصمة هي المقر الرئيسي للدولة، وإننا نرى هذا اليوم قريبا إن شاء الله. إن شاء الله أمام هذا التدريب والتسليح والإعداد الذي يحظى به الجيش الوطني، جيش الشرعية في كل المناطق وفي كل الأقاليم إن صح التعبير، هل ترى أن الجيش اليوم أصبح قادرا على حسم المعركة مع الميليشيات والدخول لتحريرها في أي لحظة من اللحظات؟ بدون شك هذا أمر لا شك فيه، ولكن للقيادة العسكرية والسياسية العليا خطتها واستراتيجيتها، لا نريد أن نخوض فيها، ولكن أنا أؤكد أن الجيش الوطني ورديفه أكبر المقاومة، ولو أننا هنا مثلا في مأرب لم يعد هناك مقاومة، هناك جيش وطني، كل المقاومة بأشكالها انخرطت في الجيش الوطني وأصبحت جزء من يعني وأصبحت من صلب تنظيمي، سواء في المنطقة العسكرية الثالثة أو السابعة أو السادسة. والمسألة أيضا واضحة، هذه التشكيلة القتالية، هذا الجيش الذي نتحدث عنه يعني يمتلك قدرات غير عادية، وينفذ خطة استراتيجية وضعتها القيادة وبوعي وبقدرة وباستيعاب لمعطيات الخطة ومآلاتها إن شاء الله. إن شاء الله. اللواء محسن خسروف مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، كنت معنا من مأرب، أشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا، مع شكري وتكرار الشكر للواء محسن خسروف، أيضا سنكون مع العميد الركن عدنان صديق والعقيد يحيى الريمي والصحفي محمد النقيب لاستكمال الإحاطة بالمشهد من حيث المعارك المشتعلة والتقدمات التي تحدث وتتكلل بها جهود الجيش الوطني في أكثر من مكان. سنخرج وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، من ثم نعود ونستكمل موضوعنا وكذلك الانتصارات، انتصارات الجيش في أكثر من مكان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل هذه الحلقة التي نتناول من خلالها انتصارات الجيش الوطني واقتحام بوابة أكبر قاعدة عسكرية سيطر عليها الانقلابيون في تعز. وكان ضيفي عبر الأقمار الصناعية في الجزء الأول اللواء محسن خسروف، معي الآن من تعز الصحفي محمد النقيب وهو الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة في المخا من المخا، وكذلك معي العميد الركن عدنان صديق رئيس شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الخامسة. أرحب بضيفي الكريمين، العميد الركن عدنان مرحبا بك. حياك الله. أهلا وسهلا، وأستأذنك لأبدأ مع الصحفي محمد النقيب حتى أكمل موضوع المخا والمعركة الدائرة هناك، ثم أفتح معك موضوع ميدي والانتصارات هناك. الأستاذ محمد، الصحفي محمد النقيب، أجدد ترحيبي بك، ما آخر الأخبار الآتية من معسكر خالد والمعركة هناك؟ الآخر المستجدات العسكرية أو التي أثرت انتصارات ذات بعد استراتيجي، وهي أن إحكام سيطرة الجيش والمقاومة على سلسلة جبل النار المحيطة بمعسكر خالد اليوم، أثرت إلى تقدم نوعي للجيش الوطني والمقاومة بالسيطرة على البوابة الغربية وكذا البوابة الشرقية للمعسكر. كذلك كما أن الجيش الوطني والمقاومة سيطرت على مفرق موزع وهو أيضا ذات أهمية عسكرية هامة بالنسبة لاتجاه العمليات العسكرية هناك. عوضا عن ذلك أن المواجهات مستمرة، ونعتقد أن الجيش الوطني سيتمكن من السيطرة الكاملة على معسكر خالد، فقط تبقى تعقيدات الألغام التي فتحتها الميليشيات الانقلابية حول معسكر خالد. كذلك نحن نعرف أن هذا المعسكر فيه العديد من التباب والهضاب والبلاجة والأنفاق الأرضية التي كانت تنطلق منها الصواريخ باتجاه الملاحة البحرية، يعني فقط المسألة مسألة وقت.
المسألة مسألة وقت، والجيش الوطني يتقدم ويحرز انتصاراته المتتالية، ولذلك محمد الأيام القادمة كيف تراقب المشهد؟ استمرار الجيش في التحرير، استماتة أيضا ومعنويات الحوثيين وخسائرهم، هل هناك إحصائيات؟ الواقع أن بالنسبة الجديد الآتي ما هو آتي في الجبهة، نعتقد أن السيطرة على معسكر خالد وهو ذات بعد مفصلي يربط بين تعز والحديدة أو ما يعرف كذلك بمفرق المخا الذي يربط بين مديريات المخا والوزع والقوخة، سيغير المعادلة العسكرية هناك. تبقى الميليشيات الانقلابية مجرد سلول إن بقيت في مسرح العمليات العسكرية هناك كاملا في الاتجاه الشرقي للمخا. نحن نعرف أن المعسكر خالد بالنسبة للميليشيات الانقلابية وقوات صالح ذات بعد رمزي، فالسيطرة عليه واستعادة السيطرة عليه وتحريره سينعكس سلبا على معنوياتهم. أما بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة فإن السيطرة على هذا المعسكر والانتصارات المتلاحقة التي أستطيع القول أن خلال أسبوعين الماضيين استطاع الجيش الوطني والمقاومة تحرير قرابة 40 كيلومتر في الجبهة الشرقية التي هي جبهة تحرير المرتفعات، وبالتالي فإن معنوياتهم كبيرة. كذلك هناك تعزيزات كبيرة وضخمة جدا اتجهت من عدن من المنطقة العسكرية الرابعة إلى جبهة المخاوة إلى جبهة الساحل الغربي، وبالتالي هذا ما يؤشر على أننا أمام تحولات كبيرة وستكون لها نتائج إيجابية ومشجعة ومحفزة للانطلاق نحو المعركة الاستراتيجية وهي تحرير محافظة الحديدة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي محمد النقيب الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة، كنت معنا من المخا، شكرا جزيلا لك. وآتي إلى العميد الركن عدنان صديق رئيس شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الخامسة، أكرر ترحيبي بك سعادة العميد الركن عدنان. ميدي شهدت معارك خلال الساعات والأيام الماضية وكانت عنيفة وقوية وتكللت بسيطرة الجيش الوطني على جميع مداخل مدينة ميدي، هل من جديد وكيف تتابع الأحداث؟ في البداية أحييك وأحيي جميع المشاهدين والأخوة الضيوف. حقيقة بعد أن اتخذ قرار تحرير محافظة الحديدة أو الساحل الغربي بشكل عام، تحركت الجبهة عندنا في ميدي وأبطال قواتنا المسلحة يسطرون بطولات قوية وحاسمة استطاعوا من خلالها محاصرة ميدي والاتجاه إلى مداخلها والسيطرة على بعض على كل المداخل وعلى أجزاء كثيرة من أطراف المدينة، ولم يتبقى إلا الجزء اليسير ولا زالوا في تقدم متجاوز جنوب مدينة ميدي. تجاوز المدينة وتجاوز أيضا جنوب المدينة كما أشرت، المدينة ما الذي يمنع من اقتحامها؟ وهل ما زال هناك سكان يقطنون المدينة أم أنهم نزحوا منها؟ وهل أيضا هناك أفراد للميليشيات ما زالوا يتمركزون أو يتحصنون فيها؟ بالنسبة للسكان المدنيين لا يوجد فيها أي سكان مدنيين، لقد نزحوا منها من فترة ولا يوجد فيها إلا سوى عدد من المقاتلين الحوثيين واتباع المخلوع، واليم الذي يعيق يعني تقدمنا واقتحام المدينه الالغام، فهم مثل ما تعرفون استراتيجيتهم او خططهم العسكريه تعتمد على الالغام وزراعتها في كل مكان. لا زالت الان فرق الهندسه تعمل ثغرات لاجل اقتحام المدينه ولا زال المعارك مستمره وضحاياهم يعني قتلاهم بالعشرات، ولا زلنا في تحرك وتقدم مستمر ان شاء الله باذن الله. بما يخص الضربات ايضا يعني اعلاميا تم تناول
أن هناك ضربات كانت عديدة وكثيرة مكثفة من قبل التحالف العربي ضد تجمعات أو تحركات لعناصر من الميليشيات في منطقة ميدي، كيف تابعت هذا الأمر وكيف أثر أيضا على المعنويات وخسائرها في هذا الإطار؟ بالتأكيد بالنسبة للتحالف العربي يعني بيسند القوات البرية والقوات المسلحة على الأرض بيسند هذا الطيران وضربات موجعة توجه إليهم في محل توجه تمركزهم وتجمعاتهم، وأيضا الطرق التي يحشدون من خلالها أو يحاولون دعم قواتهم المحاصرة داخل ميدي. كل هذه المناطق يتم استهدافها بالطيران، يتم استهدافها بالمدفعية الثقيلة وأيضا بالصواريخ وبعض المعدات، ما زالت المعارك مستمرة إلى حد الآن، ونحن الآن نحاول بقدر الاستطاع أن نحن نوقف أي دعم من يأتي من أي جهة للمدينة، وإن شاء الله قريب العاجل تسمع أخبار بإذن الله تعالى. أيضا هذه الجبهة كانت أو تحتاج الكثير من الدعم، وما زالت تحتاج الكثير أيضا من سواء الأسلحة والمعدات الثقيلة أو كذلك الدعم والإسناد، ومع ذلك تحقق هذا الانتصار ضمن حرب أو معركة تحرير الحديدة وميناءها. هل أصبحت المنطقة العسكرية الخامسة وبالتحديد الفرق المتمركزة في منطقة ميدي جاهزة لخوض هذه المعركة؟ بالتأكيد انت تعرفون أن المنطقة هي جزء من الجيش الوطني أو القوات المسلحة اليمنية، وتسير بخطة عامة استراتيجية للقوات المسلحة، ومن ضمن هذه الخطة هي تحرير اليمن بشكل عام، ولكن تحرير الحديدة أوكلت المنطقة جزء من مهامها في تحرير مدينة الحديدة أو محافظة الحديدة بشكل عام، وهذه التحركات تأتي في هذه الخطة العسكرية. الآن المنطقة الخامسة تقوم بمهام أوكلت إليها، ومن ضمنها تحرير مدينة ميدي وما يليها. العميد الركن عدنان صديق رئيس شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الخامسة كنت معنا من ميدي، أشكرك جزيل الشكر. ومعي من تعز العقيد يحيى الريمي قائد القطاع الثاني باللواء 22 ميكا تعز، مرحبا بك سعادة العقيد يحيى. أهلا وسهلا بك ولقناة سهيل. مرحبا سعادة العقيد. في قبل أو يوم أمس بالتحديد حدثت اشتباكات كبيرة وعنيفة في جبهة الأربعين، ما تفاصيل الحدث وكيف هي الأوضاع الآن؟ الأحداث لدينا في مدينة تعز وفي جبهات المدينة بالضبط يوميا تشهد هذه الجبهات الشرقية بالذات منها والشمالية والغربية الكثير من الاشتباكات، حيث يمتلك العدو لا شك معدات وأسلحة متطورة وأيضا مدفعية كبيرة يستهدف بها مواقع الجيش الوطني والمقاومة، ويستهدف بها أيضا الأحياء السكنية في أكثر من مكان. كانت بالأمس اشتباكات شديدة في منطقة الأربعين، وهي كذلك في تبة الوكيل، وكذلك امتدت إلى الحي القصر كلية الطب والعديد من الأحياء، بالإضافة إلى كثير من قذائف الهوزر التي يطلقها هؤلاء الانقلابيون على الأحياء السكنية وأحياء المدينة. وكيف هي الأوضاع الآن؟ هل هناك اشتباكات تدور في جبهات تعز المتعددة؟ وكيف أيضا يثبت ويتقدم ويصمد رجال الجيش الوطني والمقاومة هناك؟ رجال الجيش الوطني والمقاومة في تعز بفضل الله عز وجل ثم بأحقية مشروعهم الذي يمتلكونه في الدفاع عن أرضهم ووطنهم ودينهم ثابتين كالجبال بفضل الله سبحانه وتعالى، على الرغم من أن أوضاع الجميع الاقتصادية صعبة سواء لرجال الجيش الوطني والمقاومة أو لأبناء المدينة الحاضنة الشعبية القوية التي تمد هؤلاء المقاومين الأبطال بكل ما تستطيع من مدد،
إلا أن الجميع في ثبات وصمود يعني أسطوري لنا أكثر من سنتين الآن، والمدينة تقف ورجالها والجيش الأبطال يقفون وقفة كبيرة يعني وصمود غير عادي. اليوم الفرد من أفراد الجيش الوطني لا يمتلك مصروف وبانتظار الراتب الذي تأخر كثيرا عليه، لكن لأنه يعتقد أن هذا المشروع مشروعه والقضية قضيته في الدفاع عن وطنه وعن واجب استعادة الدولة لتقوم بمهامها وتأخذ مكانها، فهو يضحي بالغالي والنفيس. الشهداء يعني يقدموا أرواحهم، الرجال الأبطال يقدمون أرواحهم، بالأمس قبل يومين كمعنا شهيد وفي غيره من الجبهات الشهداء الأبطال والجرحى وغيرهم، لكن كل الناس في ثبات وصمود غير معهود. المعارك الدائرة سعادة العقيد يحيى في غرب تعز وبالتحديد في منطقة المخا والآن أصبحت على بوابات معسكر خالد بن الوليد، كيف تؤثر وتتأثر المدينة بمثل هذه المعارك والانتصارات، سواء من حيث الهجوم على المدينة أو أيضا الانسحاب لضعف الجبهات وإمداد جبهة المخا؟ ينعكس هذه الجبهات أو التقدم الذي يفرزه الجيش الوطني اليوم في جبهة المخا وبالذات على أبواب معسكر خالد بن الوليد، وهو معسكر كبير واستراتيجي سيكون له بإذن الله حين الانتهاء من تحول كبير على مستوى تحرير المحافظة بشكل عام والمدينة بشكل خاص، ينعكس أثر إيجابي على المقاومين على رجال الجيش الوطني بشكل كبير. أيضا في المقابل ينعكس بأثر سلبي، حيث يقوم الانقلابيون بالانتقام من المدنيين في المدينة، الأطفال النساء الرجال الأطفال، بالأمس أم كبيرة في السن تقنص وهي في طريقها إلى البيت، فلا يجدون من ينتقم من فيخرجوا غيظهم وهزائمهم المتكررة على أبواب هذه المحافظة القوية على المدنيين من رجال ونساء وأطفال للأسف. تعز سعادة العقيد يحيى، تعز عانت من علي عبد الله صالح منذ أن كان فيها قائدا لمعسكر خالد، اليوم المعركة تدور في هذا المكان له رمزية خاصة عند علي عبد الله صالح وعند أبناء تعز أيضا، ما تعليقه؟ صحيح أخي مختار، هذا الكلام صحيح، رمزية هذا المعسكر ورمزية أيضا تعز القضية، تعز الأرض بالنسبة لهذا المخلوع تمثل بالنسبة له أمر مزعج. تعز إذا ذكرت بالنسبة للمخلوع ترهقه، تقض منامه، يعني يشعر بالانزعاج من هذه الثلاثة الأحرام، من هذه الكلمة، فما بالك من هذا المعسكر الذي كان يوما من الأيام هو نشأ فيه وترعرع فيه وتربى فيه، وكان بداية صعود هذا المخلوع المجرم القاتل من وسط هذا المعسكر. لا شك أن لرمزية يعني سقوط هذا المعسكر وهو على وشك إن شاء الله السقوط، وما هي إلا يعني المسألة مسألة وقت كما ذكر الناطق الرسمي باسم المنطقة الرابعة، مسألة وقت، وإلا فالأمور في طريقها للحسم. المعلومات هناك تؤكد أن المعسكر على وشك السقوط، لها رمزية كبيرة تثير في نفس هذا المخلوع وأعوانه وزمرته الكثير من الرعب والكثير من الخوف، وأن مشروعهم الانقلابي هم وأعوانهم الحوثيين إلى زوال بإذن الله تعالى. بإذن الله. ومن هنا أيضا كما أنكم في الميدان مع أفراد اللواء 22 ميكا وكثير من المقاتلين هناك تخوضون هذه الحرب العادلة مع الميليشيات الظالمة، إلا أن بلا شك تتابعون بقية الجبهات والانتصارات التي تتحقق فيها إن في ميدي أو في نهم أو في شبوة وغيرها، كيف تتابعون ذلك؟ لا شك الجيش الوطني في تعز يتابع ما يدور في بقية جبهات القتال وجبهات المقاومة والشرف والبطولة، سواء في نهم أو في ميدي أو في غيرها أو في الجوف أو في هذه المحافظة وغيرها من المحافظات، وفي بيحان في شبوة، كل هذه الجبهات أبناء تعز يتابعونها، بل
أبناء تعز هم في مقدمة هذه الجبهات في جميع ميادين القتال، لا يتابعهم فقط بل أبناؤهم في تلك الميادين، أبناؤهم في صعدة، في جبهة كتاب، في جبهة علم، في نهم، في صرواح، أبناء تعز في كل هذه الميادين قلبا وقالبا. نعم، وتشهد لهم كل الأماكن والجبال والأودية كما يقال، والتضحيات التي يقدمونها، وكل أبناء الوطن يتواجدون في كل أرجاء الوطن. أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك. العقيد يحيى الريمي، قائد المنطقة، قائد القطاع الثاني باللواء 22 ميكا بتعز، كنت معنا من تعز، لك جزيل الشكر. مشاهدينا، في الختام أكرر شكري للواء محسن خسروف مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، كان ضيفي عبر الأقمار الصناعية من مارب، وكذلك الصحفي محمد النقيب الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة من المخا، والعميد الركن عدنان صديق رئيس شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الخامسة، وأخيرا العقيد يحيى الريمي قائد القطاع الثاني باللواء 22 ميكا من تعز. شكرا لجميع ضيوفي الذين كانوا معي في هذه الحلقة، وناقشنا معهم انتصارات الجيش الوطني واقتحام بوابة أكبر قاعدة عسكرية يسيطر عليها الانقلابيون في تعز. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدينا على المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من برنامج مستقبل الوطن. لكم خالص التحايا، نستودعكم الله وإلى اللقاء.